يا ابني ضلعك. يا ابني ضلعك من رجيت الضلع جبرته وبنيته. يا ابني خذني العرس صدرك واحسب الشيب اللي من عمرك جنيته. يا ابني طش العمى بعيني وجيتك بعين القلب ادبي على الدرب المشيته. شيلة العلاقة يا ابني ذكر جتوفي بلعب عمرك عليهن سنة وجفوفك وردتين على راسي وبيك ناغي كل فرح عمري نسيته. يلي شوفك يبعث الماي الزلال بعودي وحيا وانا ميته. ابيض عيونك لبن صدري وسواد عيونك الليل اللي عد مهدك بجيته. وابنك التوى يناغي الخرج بالكاروك يا ابني قلت له لا تخاف اليتم جده الامام شوفه عده الحزب ابوه الحزب بيته. قلت له لا تخاف اليتم جده اللي ما مشوبه عده الحزب ابوه الحزب بيته. قلت له يا ابني من تكبر على الايام تلقى حزام ابوك اللي ما طواني وما طويته. تلقى منه خطوطه ضمن حدر ضلعي لحد ما اموت بعز على السر الحويته. يا عمد بيتي وقمر ليلي وربيع الشيب والعمر الجنيته. جيت اهزك يا عمد بيتي لكون الدهر ضعضع اضم منك للمذلة للخيانة وساومت جرحك على الخسة وشفيته. ابني خلى الجرح ينطف خلى يرعف خلى ينزف. يا ابني جرح يرفض شداده على ثواري رفرف. يا ابني ابني تشلب يرضع من حليبي ولا ابني يشمر يخرج من البراد. شرب يرضع من حليبه ولا ابن يسمر لي خبزه من البراه. يا ابني يا كني انجرب عظم ولحم وتموت عيني ولدناه. يا ابني هاي ايام فرزنا القحط ايام محنه. يا ابني لا تسلم شرفنا. يا ابني يا اولادي البراه افضل مدى الايام عفنا. تدري يا ابني كل براه كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه. خلي ايدك على شيبي واحلف الطاهر حليبي قطره قطره وبنظر عين العميته قل لي ما تمحسب بيدي بنيته. اخويا قابلت السجن حر وبرد ليلي ونهاري تحملت لجلك شتايم على عرضي وشعلت بالليل ناري. تالي تهتكني بخلق وصلت جريدة قرة عيونك يا خويا بهاي جازية انتظاري بهاي قابل كل اخت تنتظر منك ثار يا خويا العرضة بهاي قابل امهات الناس وهمومي افضها شنت ارضى تدوس بعظامي واقول لك حيل رضها شنت ارضى تنبح ببطني جنيني ولبرات عار متبرقع تجيني. خبر الناس والينسب شقلنا شلون عيني تشابس عيون المحله شلون اوصفك وانت كلك عار وذله بعد مالك عرف ويانا وخبز لا تصل يمنا وهاك خذ عار الجريده ولف ضميرك والكرامه وعار اسمنا مثل ما تبريت من شعبك تبرينا من اسمك يا شعب هذا اللي تشوفه مو شبهنا.
تحت خليك تحت. شكرا مرفع. شاعرنا الكبير ختم اسبوع المدى الثقافي، وافضل هدية لمظفر وللاسبوع الثقافي ان تخرجوا بهدوء وان تنتظروا الشارع في الخارج. وإلى أسبوع ثقافي ثالث، إلى اللقاء وشكرا لكم.